بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بتحتفل الكنيسه الليله بعيد رئيس جند الله الملاك ميخائيل. طبعا انتوا عارفين ان الملاك ميخائيل الكنيسه بتحتفل بعيده في كل يوم 12 من الشهر القبطي، ولكن ليه عيدين كبار اللي هو 12 هطور اللي هو النهاردة و12 بقونة، دول العيدين الكبار للملاك ميخائيل. الحقيقة لما بنحتفل بأعياد القديسين إحنا بنعرف تاريخهم. يعني لما بنعيد لمريمينا مثلا يوم الثلاثاء الجاي، أنا أقول لك مريمينا اتولد سنة كذا واستشهد سنة كذا، وبعدين أعرف أقول لك الآلام والاضطهادات والملك اللي حكم عليه، وأعرف أقول لك سيرته. حتى الرسل الأطهار أقول لك اتولدوا سنة كذا وعاشوا كان كذا وتاريخهم متسجل. لكن لما تيجي عند الملاك ميخائيل رئيس جند الله وعاوز تقول لي حياته، طب أقولها إزاي؟ ولكن الإنجيل لمح لينا على قيمة هذا الملاك بالذات. ولكن قبل ما نقترب إلى الملاك ميخائيل، لازم نعرف إنه رئيس جند الله. بعدين الملاك ميخائيل زيه بقية الملائكة أرواح، أرواح يعني ما تعرفش تحس بيها ولا تدرك وجودها وفاعليتها إلا بالروح. إحنا عهدنا بالملائكة وخبرتنا بالملائكة ضعيفة جدا، وإحنا كلنا مظلومين بسبب الجسد، الجسد الثقيل. إحنا أول ما سمعنا عن ملاك كانت خبرة سيئة جدا بالملائكة دي. لما الإنسان الأول أبونا آدم أخطأ واضطرد من حضرة الله، لأول مرة يشوف الإنسان ملاك بسيف نار متقد بيحجبه عن الدخول مرة أخرى إلى معية الله، فتربى الإنسان يا عيني الغلبان إن الملاك ده شيء مخيف، ولكن اتربى فيه إنه ده ليه علاقة بالله، في يده إنه يفتح الباب وفي يده إنه يغلق الباب. عاش الإنسان الأول لما اضطرد من الجنة عينه على باب الجنة، تفتكرهاش إنها كان نفسه يدخل تاني آدم، ولكن حط الله هذا الملاك بسيف المتقد بالنار، خاف، خاف الإنسان. وظل تاريخ الإنسان كله في العهد القديم لما يتراءى لي ملاك يرتعب. سمعنا عن واحد اسمه منوح ظهر له ملاك رجع يقول لمراته إن إحنا حنموت خلاص. ليه؟ لأنه شفنا ملاك. وبعدين سمعنا عن قبلي أيام موسى إنه كان ملاك حضرة الله بيصير أمام الشعب، وكان مخيف جدا الملاك. معروف إنه موسى استلم الشريعة بيد ملاك، ويقال إنه هو كان هو الملاك ميخائيل. ولما تقرأ في العهد القديم يقولك ملاك حضرته خلصنا، ملاك حضرة الله هو ميخائيل. كلمة ميخائيل يعني من مثل الله، من في قدرة الله. فأعطاه الله زي ما سمعت في المديحة اسم بيبين من هو ميخائيل، من مثل الله في القوة. وظل ما بقولك تاريخ الإنسان بالملاك تاريخ مش حلو، يخاف منه، يرتعب معاه،
ظهر مرة، طبعا يعوزني الوقت إن أجيب لك الأحداث، ولكن ظهر مرة ليشوع القائد الجبار فارتعب جدا وقال له: من أنت يا سيدي؟ أنت من معسكرنا ولا من معسكرنا؟ فقال له: أنا رئيس جند الله. فسقط على وجهه القائد الشجاع ده، سقط على وجهه. يقال إن هو كان مع، فاكرين لما تراءى الله لإبراهيم وكان معاه ملكين، يقال إنه كان واحد منهم هو الملاك الجليل ميخائيل. عشان تعرف من هو بردك ميخائيل، زي ما قلت لك الفكر مش هيلاحق، ولكن كان في قصة في العهد القديم عجيبة قوي. كان دانيال النبي بيصلي إلى الله وقعد صايم 21 نهار وليل، وبعدين جاله الملاك جبرائيل قال له: أنا أرسلت إليك من الله، من اليوم اللي أنت رفعت صلاتك والله استجاب وبعتني، ولكني ما قدرتش أوصل لك 21 يوم، كان بيقاومني الشيطان. مين جبرائيل؟ ده واحد من الثلاثة العظام برضك. الشيطان بيقاومه لمدة 21 يوم، طب عمل إيه؟ قال لك: فاستنجدت بالرئيس العظيم، وقال له: رئيسكم العظيم ميخائيل. أول ما استشفعت، ده مين اللي بيكلم؟ جبرائيل الملاك المبشر. قال: لما طلبت شفاعة ميخائيل ومساعدة ميخائيل، جه ميخائيل وانتهر الشيطان فوصلت لك. إيه عظمة ميخائيل ده؟ طبعا أنا مش بتكلم كده لأجل أن أنا بمدح في الملاك ميخائيل، لا، أنا بقول لك مين هو الملاك ميخائيل عشان تعرف كيف تستفاد منه. وظل ما بقول لك العهد القديم مليان قصص كده كلها مخيفة، لغاية آخر عهدنا، مش آخر يعني، عهدنا بميخائيل بقى اسمه إيه؟ مبوق القيامة العظيم. عمل إيه ميخائيل ده؟ ده أعلن القيامة، كأني نفس الصورة القديمة اللي ترسمت في مخيلة الإنسان الأول آدم بالشيطان الملتهب بالسيف النار بيمنع من الدخول لله، جه ميخائيل رئيس جند الله معلن القيامة، معلن إن المسيح قهر الموت. فبقى منذ القيامة وبقت عشرتنا بميخائيل رئيس الملائكة حاجة حلوة، ده اللي بيعلن القيامة، ده اللي بيعلن النصرة على الموت، ده بقى أنا أمسك فيه جدا. إن جيتوا للحقيقة إنه إحنا زي ما قلت من الأول ما بنشوفش، ما بندراش بالملائكة ودورها. مش عاوز أتكلم كلام نظري، ولكن الكلام العملي اللي أنا بحس بيه قد إيه أرواح الشيطان والشياطين اللي حوالينا قد إيه. طب سيبك منك، لما تبص على الأطفال الصغيرين ويجي واحد طفل أو طفلة يقولك أنا بكذب، يعني مين يعني كذب؟ ده شيطان، اسمه شيطان الكذب. إحنا لما بنعمد الطفل هو يقول إيه؟ ليهرب منه روح الكذب، روح محبة العالم، روح كل نجاسة، روح الخبث الذي يخلق قرنه، دي أرواح شرير. يقعد يصلي الكاهن يعدد الأرواح المقاومة ويقول له انتهرها. فأرواح الشياطين شيء مخيف، مين يقدر عليها؟ رئيس جند الله. زي ما أقول لك، طب دول الأطفال اللي احنا بنشوفهم كل يوم، ما تستهترش لما يجي الطفل يقولك أنا بكذب أو أنا مش عارف بسرق، دي أرواح. الطفل مقدس، مولود من المسيح، بيور، لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ. طب ما إزاي مسكوا روح النجاسة؟
يعيني في أطفال ما في روح نجاس، يقولك بيشوفوا حاجات وحشة، بيسمعوا حاجات وحشة. الله، إزاي دخل الشيطان؟ الله، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ إن كان الملاك الجليل جبرائيل لما تقاوم من الشيطان وما قدرش عليه لواحد وعشرين يوم واستنجد بميخائيل، طب ما نعمل إيه بقى؟ طب ما هو المكان هو. وبعدين مين تاني ميخائيل؟ ده معلن القيامة، معلن إن المسيح داس الموت، هو ده الكفيل والقادر إن يطرد كل الشياطين. يقولك واحد غضوب، هو الغضب ده، يقولك أنا طبعي كده، أصل أعصابي تعبانة، أصل الضغط علي زايد، أصل السكر مش عارف إيه. لا، ده روح اسمه روح الغضب يقلق الإنسان. ده يخلص منه الواحد إزاي؟ شفع بالملاك ميخائيل. أهو كده يبقى إحنا فعلا عيدنا للملاك ميخائيل وعرفنا قيمته. من أجمل التعبيرات اللي يتوصف بها الملاك ميخائيل اسمه مبوق القيامة العظيم. الملائكة كلهم مرسلين للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. يعني شغلة ميخائيل وكل قوته وكل إمكانياته مطوعة لأجل الإنسان. هذا شيء جديد وده شيء حلو ومعزي، إنه الملائكة مرسلة من الله لخدمة العتيدين أن يرثوا الخلاص اللي هو إحنا. طب لما تقاوم بفكر رديء، إن كان شهوة، إن كان غضب، إن كان حقد، إن كان إدانة، كلها أفكار شياطين مقاومة لينا وخلاصنا، استشفع بميخائيل. ده مرسل من الله للنجدة، وعين سريع النجدة. لما نداه جبرائيل جه الملائكة بالذات ميخائيل، مكتوب عليه في سفر الرؤيا إنه لما يجي المسيح في مجيء الثاني هيجي ميخائيل ببوقه العظيم معلن مجيء المسيح الثاني، ومنوط به يعني مكلف به إنه يفرز أتباع المسيح من الضد للمسيح. بالك أنت بقى الحتة دي أنا بحبها قوي، لما يجي ميخائيل وبعدين واحد يعرفه يقول يا ميخائيل أنا فلان اللي طول عمري أنادي عليك يا ميخائيل، عارفه، بعيد عنك واحد ما يعرفوش. ده الواحد لما بيبقى في ضيقة ولا بتاع أول حاجة تيجي بقى ما تعرفش حد في المصلحة الفلانية، تعرفش حد، ده أنا عندي مشكلة، تعرفش حد، في فلان يساعده، تعرفش حد يساعدني في مجيء المسيح الثاني، ميخائيل، إيه رأيك؟ ما تعالوا نتشفع بالملاك الجليل ميخائيل، وفي بالنا إن هو القوي على كل أعمال الشيطان وكل قواته. من المفرح لنفوسنا إنه الملائكة من ساعة مجيء المسيح على الأرض وصالت بقى في صلة. اتنبأ عن علاقة الملائكة بالبشر بعد مجيء المسيح يعقوب أبو الآباء، فاكرين لما كان نايم وبعدين شاف إيه؟ سلم مرتفعة من الأرض للسماء، وشاف إيه؟ شاف ملائكة نازلة وطلعة على الإنسان. كانت رؤية عجيبة، ليه؟ لأن الملائكة دي كانت ضد للإنسان، لكن بسبب سر التجسد شاف الملائكة طلعة ونازلة بتاخد طلبات الإنسان. ومكتوب في سفر الرؤيا كده إن الملائكة بتصعد بصلوات الإنسان. طب قل لي يعني تشفع بميخائيل إزاي؟ أصلي لله. طبعا إحنا اللي بنعمله في كل قداس بعد ما نخلص الصلاة بنعمل إيه؟ يا ملاك هذه الذبيحة الإيه؟ الصاعد إلى العلا بهذه التسبيح أذكرنا قدام الله لكي يغفر خطايانا.
ده بس يقولها كاهن في القداس؟ أبدا، ده يقولها كل واحد في صلاته لما يخلص الصلاة، يقول له يا رئيس جند الله الصاعد إلى السماوات، اصعد طلبتي إلى الله في العلا. صليها كل إنسان في بيته، فيبقى الملائكة حاضرة. زي بقول لك إدراكنا العقلي للملائكة صعب ولكنه واقع. يقول لي التاني على الملك مخيل، يقول لك دي أرواح، لو كان قديس كنت رحت ودورت وجبت المراجع وقلت لك سيرته ايه بالظبط، لكن ميخائيل نجيبه منين؟ ده روح يتحس. طبعا قصص الملاك ميخائيل كلها حلوه، هتسمعوا بكره في السنكسار وكلكم تعرفوها، ولكن اللي يهمني جدا جدا ان الملاك ميخائيل ده هو قوي وشفاعته مقبوله، والله استأمنه على جنس البشر يرفع صلواته. نتشفع برئيس جند الله ميخائيل إلى الله لكي يغفر خطايانا. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.